مين اللي سألوا أسئلة، سواء الباز أو ميري، خالد ميري، محمد الباز الصديق الإعلامي أو الكاتب الصحفي الأستاذ خالد ميري، لأن هم الحقيقة كانوا اتنين بيسألوا أسئلة موفقة، وأنا باعتباري واحد بفهم شوية في هذا المجال الإعلامي فأنا بحب اللعبة الحلوة. والنهاردة السؤالين اللي اتسألوا من الباز والميري مع حفظ الألقاب طبعا إن هم زملاء وأصدقاء، لعبة حلوة. وتعالوا نبدأ بأول لعبة بتاعت الباز. قال لماكرون منور مصر، ومبارح الصورة بتاعتك قدام معبد أبو سمبل والآثار المصرية وبتاع حاجة عظيمة وكلنا فرحانين وبتاع، بس تعال ما أقول لك، تعال ما أقول لك السؤال يا فندم، ما الذي تغير خلال هذا العام لدى سيادتكم لتتغير قناعتك ولتتراجع عما أعلنته من قبل؟ هل نحن أمام سياسة جديدة ستنتهجها فرنسا في المنطقة؟ أرجو الإيضاح وشكرا ودائما في القاهرة. لطيف قوي الباز، قال له مرحبا بك في القاهرة، بس انت ليه بتغير كلامك؟ انت ليه بكده؟ هو ينفع رئيس دولة يقول كلمة وبعد شوية يقول عكسها؟ قال له انت في 2018 ولا 17 باين، لما كان الرئيس عبد الفتاح السيسي عندك في زيارة في العاصمة الفرنسية باريس، وكنتوا واقفين نفس الوقفة وكنتوا بتعملوا مؤتمر صحفي زي ده بالظبط، قلت كده تحديدا ان احنا بنقدر مصر وبنقدر السياسة المصرية وبنقدر الرئيس المصري وبنقدر جهود الشعب المصري من اجل بناء دولته والاستقرار وطرد الفاشية الدينية ومكافحة الارهاب والقضاء على خارجين على الامن وكذا، وانه ليس من حق احد، ده ماكرون اللي قال كده من سنة، ليس من حق احد لا احنا كفرنسا ولا اي دولة في العالم انها تتدخل في شؤون الداخلية للدول او انها تنظر على الدول او انها تنتقد اوضاع داخلية في الدول او انها تنصب نفسها حكما على الدول او تنصب نفسها قاضيا يجلد الاخرين بغير فهم. انت اللي كنت بتقول كده يا ماكرون، ليه في شهور كلامك اتغير وبقيت دلوقتي تقول عندنا ملاحظات على بعض المدونين اللي صفحاتهم اتقفلت، وعندنا ملاحظات على بعض الشخصيات العامة اللي بتضطهد في مصر، وعندنا الله، هو مش انت انت ولا انت مش انت، انت انت ولا انت مش انت، انت انت، فلما بقى انت انت لازم كلامك انت انت يبقى هو هو. فكان سؤال جميل جميل من الصديق الاعلامي الباز. وساعتها ماكرون برضو الحقيقة لعب لعبة حلوة. انا بقول لكم النهاردة كانت مباراة نهائي مونديال السياسة الدولية، ماكرون لعب لعبة حلوة وقال له لا انا كلامي ما اتغيرش، بالعكس انا عمري ما اتدخل ولا هتدخل ولا دلوقتي بتدخل، ده انا دلوقتي بنصح الناصح الامين وبقول للرئيس عبد الفتاح السيسي ان بعض الحاجات بتشوه صورتكم بره عندنا في الغرب، فارجوكم خلوا بالكم منها، وبعدين ردوا عليا في مصر يمكن الاخبار اللي عندي دي غلط فتردوا عليا غلط فانا ابقى عارف انها غلط فيترد الغلط. ماشي، تمشي منه تعدي. خلصنا احنا كده؟ لا ما خلصناش. ده كانت دفاع مصري منظم. تعالوا شوفوا بقى الهجمة المرتدة عملها في السؤال الثاني من الجانب المصري صديقنا خالد ميري الكاتب الصحفي، لما نقل الكورة. عارف لما انت تبقى مضغوط في نص ملعبك وطول الوقت فيها هجمات عليك وانت عمال تدافع دفاعك متين وحامي مرماك كويس، بس مش تفضل تدافع طول الوقت، الفرقة الذكية بقى اللي تنقل الكورة في ملعب الخصم فتبعد الخطر عن مرماها، وده اللي عمله خالد ميري النهاردة. قال له طب ما تيجي بقى نيجي عندك كده ونفتكر كده اللي حصل من اصحاب السترات الصفراء والمشاكل اللي حصلت عندك في باريس وبعض الدول بعض المدن الفرنسية خلال الشهر الماضي، وبعض الاعتقالات اللي شفناها وبعض مشاهد من التجاوز من قبل الشرطة الفرنسية في بعض المتظاهرين وكذا وكذا وكذا، تقييمك ايه للي حصل ده والناس اللي في السجون دلوقتي هتتعاملوا معهم ازاي؟ وهنا نقل الكورة بهجمة مرتدة من ملعبنا الى ملعب الفريق المنافس وتخليه هو اللي في موقف دفاع. قائد الهجمة المرتدة الأستاذ خالد ميري، مساء الفل يا أستاذ خالد. مساء الفل يا أستاذ تامر. أخبارك يا جميل؟ كله بخير الحمد لله.
عجبني السؤال وعجبتني الهجمة المرتدة جدا 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 الحقيقة. والحقيقة إجابته يعني أنا لغاية دلوقتي مش قادر أستوعبها. ليه؟ يعني لما اتكلم عن إنه هو الناس اللي قبض عليها هيعاقبها بالقانون وبالقضاء. تمام. ده اللي بيحصل في أي دولة محترمة وده اللي بيحصل في مصر. أي. لكن اتكلم على إنه في 11 مواطن فرنسي قتلوا. مظبوط. وهو لسه القضاء بيحقق ولسه ما أعلنش القرار في القضية. أعلن براءة الشرطة الفرنسية من دمهم، ده رقم واحد. صحيح. قبل أن ينتهي القضاء واستبق القضاء. صحيح. رقم اثنين، هو قال حاجة غريبة، تعبير غريب أنا مش عارف أفهم، ممكن تكون فيه غلط في الترجمة حصل. إنه الحداشر ماتوا نتيجة البلاهة. هو قال البلاهة البشرية، نتيجة البلاهة البشرية مش أخطاء الشرطة الفرنسية. الحقيقة أنا مش عارف إزاي 11 مواطن يموتوا نتيجة البلاهة. لا هو يعني أيا كان التوصيف والترجمة، بس حضرتك لمست النقطة الصح، وإن هو من أين لك أن تحكم بكيفية قتل هؤلاء أو مصرعهم دون انتظار لحكم المحكمة. بالظبط كده. مظبوط. الحقيقة اللي حضرتك قلته كله مظبوط. هو غير موقفه من 2017 للنهارده، واستبق حتى القمه اللي جمعته بالرئيس السيسي النهارده بكلامه بالامس عن حقوق الانسان في مصر. صحيح. لانه كان بيحاول ان يستخدم هذه الورقه لتخفيف الضغوط السياسيه الشديده عليه داخل فرنسا. ما هو خليني يعني اكلم مع حضرتك بصوت عالي كده عشان نشرك معانا السيد المشاهد في فهم خريطه السياسه الدوليه، انه المشاهد يقول لك طب ايه اللي يخلي رئيس بحجم ماكرون وبحجم دولة فرنسا يغير كلامه في شهور من الرجل اللطيف اللي بيحمي الحريات وعدم ولا يتدخل في شؤون الدول وبينتقد حتى الدول الغربية اللي على رأسها أمريكا اللي بتتدخل، إلى رئيس الآن بيمارس عكس ما يقوله؟ هو تغير وضع ماكرون نفسه في فرنسا في هذه الشهور. بالضبط كده. صحيح. فعليك اشرح للمشاهدين المعادلة دي. عندما التقى الرئيس السيسي بالرئيس ماكرون في باريس، وكنا حاضرين في عام 2017، كان ماكرون وصل للسلطة من فترة قريبة في انتقال الحقيقة، يعني شاب بيتم انتخابه بهذه الأغلبية. كلنا الحقيقة كنا معجبين جدا، كلنا كنا معجبين، كانت تجربة، كلنا كنا معجبين بصعود ماكرون، وكانت القمة والمباحثات مع الرئيس السيسي مباحثات إيجابية جدا. لما الصحفي الفرنسي سأل عن أحوال حقوق الإنسان في مصر، هو ماكرون اللي طلب أنه يجيب قبل أن يجيب الرئيس السيسي ليؤكد أنه لا يعطي دروسا لأحد. اللي خلاه النهاردة يغير موقفه ويحاول أن يعطينا دروس، هو ليس في موقف من يعطينا الدروس، ومصر لا تقبل دروس من أحد. صحيح. المسألة ببساطة أنه هناك ضغوط شديدة عليه داخل فرنسا. لو حضرتك تابعت حتى كبار المفكرين والسياسة في أوروبا دلوقتي بيتكلموا عن أن أحداث السلطات البيضاء يجب أن تغير الأوضاع السياسية في أوروبا كلها وليس في فرنسا وحدها. الصفراء رئيس. فهو بيحاول أن يخرج من هذه الضغوط بأنه يسترضي جماعات حقوق الإنسان والرأي العام اللي كلنا عارفين من اللي بيقف وراه ومن اللي بيموله في فرنسا. مزبوط. بمثل هذه الكلمات التي يقولها الآن في مصر. صحيح صحيح. عايز تقييم، يعني أنا شرحت للسادة المشاهدين قدر الإمكان المباراة التكتيكية في الدبلوماسية والسياسة الدولية اللي تمت النهاردة في المؤتمر الصحفي، بس عايز حضرتك باعتبارك كنت أحد الحضور فكمان الأجواء أكيد في عند الحضور بتكون مختلفة، اديني تقييم شامل كده في عنوان أو اتنين لنتائج المؤتمر الصحفي وما يمكن الخروج به. نتائج المؤتمر الصحفي أولا فيما يتعلق، هناك جانبين، الجانب الأول يتعلق بالعلاقات المصرية الفرنسية، أعتقد أنها كانت نتائج إيجابية جدا، هناك اتفاقات مهمة جدا تم توقيعها بتؤكد أن العلاقات تسير إلى الأمام بشكل إيجابي جدا. نعم. المسألة الثانية هي الوضوح الشديد الذي يمتلك الرئيس السيسي في إجابته على الأسئلة وتمكنه من هذه الإجابة، خصوصا فيما يتعلق بقضية حقوق الإنسان اللي هو شرحها بشكل واضح وشكل كامل أمام الرأي العام العالمي وليس فقط أمام الرأي العام الفرنسي. مظبوط مظبوط. أنا بشكرك شكرا جزيلا صديقي العزيز الأستاذ خالد ميري الكاتب الصحفي ورئيس تحرير جريدة الأخبار، ومرة تانية بحييك، كنت موفقا في سؤالك اليوم في المؤتمر الصحفي زي التوفيق اللي صاحب كمان زميلنا محمد الباز في سؤاله، كان إعلام مصري فاهم وواعي ومدرك خيوط اللعبة وتكتيكات اللعبة، فلما اشترك بشكل مفيد للجانب المصري، فبحييكم تحية كبيرة.